طبعا احنا اليوم في النور مول بنسوي مسابقة. ايوه بنسوي مسابقات او يعني مقابلات في المول. ايوه احنا الحين ما راح نشرح لكم، انتوا شوفوا الفيديو حتشوفوا. احنا دحين معانا فواتير، هذه الفواتير جهزناها للي يتسابقوا طبعا جوائز يعني وزي كذا. شوفوا المقطع للاخير وانتوا حتفهموا. تعرفوا بنات خليكم جنبها، نتعرف على اسمك؟ دانا. دانا مين؟ جميل. طيب كم عمرك يا دانا؟ 9. طيب انت تتابعين يوتيوب؟ ما تتابع يوتيوب؟ ايش اكبر حيوان في البحر؟ في البحر الحوت. كم عدد اركان الاسلام؟ 6. متأكدة؟ لا 5. من اخر نبي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. اسم النبي الرباعي؟ اسم النبي الرباعي محمد صلى الله عليه وسلم. محمد ابو ابن عبد الله المجيد. تختاري في ورقه مين هذه الاشياء جايبه؟ ايس كريم معك. هو عبارة عن نسألك سؤال وإذا جاوبتي عليه حتاخذي جائزة، تمام؟ تحبي تعرفينا باسمك؟ ريتال. ريتال مين؟ العوفي. نورة يا ريتال. طيب اسأليها السؤال. طيب السؤال اللي بعده. اسم أحد أعضاء الفرقة. أدينا واحدة من أسماء البنات اللي في الفرقة. ريتال. ريتال. مين كمان؟ جنى. جنى. مين كمان؟ غنى. غنى. صفقوا له. طيب انت كده فزتي معانا في جائزة، هنعطيكي فاتورة من حرانة. حر صح؟ دنيا حر؟ الواحد ايش يحتاج؟ ايس كريم. بالظبط، فاتورة من ايس كريم من ماك. صفقوا له. شكرا. ايش اسمك؟ جوري. بسألك اسئلة واذا جاوبت تاخذي هدية وجبة مجانا. اكبر حيوان في البحر ايش هو؟ القرش. متأكدة؟ الدلفين. لا. السلحفاة. أعطيكي ثلاثة أسماء يا حلوة للبنت هذه وراح تخمن إيش اسمها، تمام؟ الاسم الأول سارة ومريم سارة ومريم وريتال، إيش اسمها؟ سارة. للأسف خطأ. طيب اسم الثانية راح أعطيكي برضو ثلاثة أسماء، طيب؟ رغد وغيداء وجنى، إيش الاسم؟ رغد. الجواب خطأ، هذه اسمها ريتال وهذه اسمها جنى. عندك أمل في آخر واحدة، تمام؟ أعطيكي اسمين عشان أسهل عليكي. الاسم الأول رجاء والاسم الثاني مروج. مروج. الله صفقونها. فزتي معانا بجائزة، اختاري هنعطيكي هنا اوراق واختاري. طيب وفكيها شوفي ايش مكتوب. وجبة من كودو. ممتاز، حتاخذي وجبة من كودو مقدمة من فرقة امسيات، تمام؟ ايش اسمك؟ رافي. كم عمرك؟ 10 سنين. ايش اكبر حيوان في البحر؟ القرش. كم اركان الاسلام؟ 5. مين اخر نبي؟ الرسول محمد. طيب الاسم الرباعي للنبي؟ محمد. بن تادا. بكر. تادا. عبد الله. عبد الله. بن الملك. فتح باب وظيفنا كفلها دخل. بن عبد الله. بن عبد المطلق. ممتاز. باقي بس اسم واحد طلعيه عشان تكسبي الجائزه. وش هو السؤال؟ فهمت؟ إيه؟
سربرايز motherfucker. أعطوا الميكروفون للأم، خلي أمها تكمل. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. ورقة ونحدد فيها ايش هي جائزتك. طلالة ايس كريم معك. شكرا يا عسل، باي باي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش اسمك؟ ماسا. كم عمرك؟ 11. سؤال اذا جاوبتي تاخذ على جائزة. اكبر حيوان في البحر ايش هو؟ يا اما الدلفي. حوت. صح، حلو، ممتاز. طيب كم عدد أركان الإسلام؟ 5. صح. طيب مين آخر نبي؟ محمد. صح. اسم النبي الرباعي كيف يعني؟ ما اسم الرباعي يعني اسم محمد بن إيش؟ قولي اسم النبي. ماني عرفته. بن علي. بن عبد. الهاشم. ممتاز. هذا درع ايش؟ درع المية. صح. ايش المية؟ قصدك على الرقم ولا شيء؟ تعرف اليوتيوب اسمه؟ انت تتابع يوتيوب؟ ايوه. يعني قصدك انت 100,000؟ هذه الدروع توصل لمين؟ أيوة. يعني لليوتيوبرز اللي يجمعوا لايكات او اللي يصوروا فيديوهات مقالب او تحديات. هذا الدرع حقنا. دنيا حر، تحتاج ايس كريم من جد صراحه. بالعافيه عليكي. حتروحي ماكدونالدز وتاخذي من عندهم، تعطوهم الفاتوره تاخذ ايس كريم. اوكي، ثانك يو. كم عمرك؟ 12. طب نسالك سؤال، لو جاوبتي حتفوزي. تعرفي فرقه تمسيات؟ ايوه اتابعها، انا مره احبها. انت فرقه تمسيات؟ قولي كذا عشان تبغى الهديه. طيب يلا مشينا ندور 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 ندور. ناس. ايش اسمك يا عسل؟ جوري. ايش اكبر حيوان في البحر؟ الحوت. صح. طيب من اخر نبي؟ محمد. صح. اسم النبي الرباعي؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. من أجمل نبي؟ يوسف. ما شاء الله. ورقة وشوف إيش يطلع لك. أيوة. وجبة من كودو. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيش اسمك؟ ملاد. إيش؟ ملاد. طيب إيش هو أكبر حيوان في البحر؟ حوت. كم عدد أركان الإسلام؟ 5. صح. مين آخر نبي؟ محمد عليه السلام. اسم النبي الرباعي؟ محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. صح. بن عبد الله. انت تروحي معك وتاخذي الايس كريم مجاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش اسمك؟ اسماء. كم عمرك؟ 8. طيب احنا بنسالك اسئله، اذا عرفتي تاخذي جائزه، اذا ما عرفتي ما انت ماخذه جائزه. شوفي الحين انا بوريكي صوره فرقه، واذا انت تعرفيها تفوزي. يلا هذه مين؟ قلت شفتي يعني؟ لا خلاص، حب اوفر لك المره الجايه تفوزي. ايش اسمك؟ عفيف. ايش اسمي؟ حصون. كم عمرك؟ عمري 9. وانتي؟ 9. رغد او ريتال، اختاروا. رغد. رغد. وانتي ايش تقولي؟ ريتال. ريتال. نقطتين لي. ايش اسمها؟ ايش اسمك؟ اصول. اصول. اسمك اصول؟ ايوه. طيب حلو، اصول. نقطتين لاصول. هل اسمها جنى او رغد؟ جنى. نقطة لأصول. طيب عندكم البنت اللي على يمينكم برضو ولا يساركم؟ اسمها سارة أو مروج؟ سارة. مروج. حية تحية قوية لمين؟ لأصول.
واحدة يا أصول. إيه وجبة من كود. وجبة من كودو مقدمة من فرقة أمسيات. طيب روحي كودو وخدي وجبة عشانك انت فزتي. لا تزعليني عسل. تابعونا في اليوتيوب، اكتبوا فرقة أمسيات واشتركوا عشان تشوفون المشهد حقكم، المقطع حقكم. حلو، شكرا، باي باي. شو اسم البطل؟ مشاري. كم عمرك؟ 11. سنة كم؟ سنة خامس. ما شاء الله، ناجح ولا؟ ناجح. ما شاء الله، برافو عليك. شو اسمك؟ لماء. أكبر حيوان في البحر؟ الحوت الأزرق. هعطيك ثلاث أسماء، سارة، مريم، ريتال. إيش اسمها؟ مريم. مريم؟ أيوة. الجواب، طيب أنت إيش قلتي؟ سارة. الجواب قولوا، واحد اثنين ثلاثة. ريتال. طيب غدير، غيداء، جنى. غدير. طيب وانت ايش تقولي؟ جنى. واحد اثنين ثلاثة. جنى. ممتاز، هي فازت لها نقطة. طيب اعطيكم اسم البنت الاخيرة، ثلاثة اسماء، شيماء، رغدة، مروج. ايش اسمها؟ رغدة. انت قلت رغدة، وانت ايش قلتي؟ شيماء. شيماء. واحد اثنين ثلاثة. مروج. وبكذا نقول لكم شكرا على المشاركة. فيديو خلصنا أسئلة ووزعنا الجوائز. وبكذا دحين خلصنا. أيوة استمتعنا مرة. نسوي واحد ثاني جزء. جزء ثاني سووه لايك وشير. وصلوا المقطع هذا 100,000. إذا أنتوا حبيتوا المقطع يصير اكتبوا حطوا لنا لايكات لايكات وقولوا سووا الجزء الثاني. تمام جنى. طيب شكرا للأميرات فرقة أمسيات، ما قصرتوا، شكرا على جيتكم ووقفتكم، ما قصرتوا. ودحين خلصنا من المتابعين دوركم، لكم مني وجبة من المطعم. خلاص استهلون، والله استهلون. شير والسبسكرايب. مع تحيات فرقة أمسيات. فعل الجرس. باي.